المقابله تاع اليوم المقابله كانت كنا على درايه راح تكون قويه ضد فريق اللي يلعب المصير تاعو في القسم الاول. حضرنا كما ينبغي الحال. نظن في المقابله بحد ذاتها كانت شوط اول متوازن، كان ليكيليبري. اللاعبين خاصه اتحاد العاصمه داروا مقابله رجوليه صراحه، لعبوا مقابله رغم التعب، رغم لازم الناس تعرف باللي رانا لاعبين 46 مقابله، راح نلعبوا 46 مقابله هذه السنه هذه، ما هي سهله. والهدف تاعنا مرتبه ثانيه، ما شكيتش نلحقوا لهذه المرتبه لان صعيبه، اللاعبين تعبوا، عندنا الاصابات، عندنا ليزافيرتيسمون، ما عندناش التعداد الكامل. هذا نشوف باللي اللاعبين واش داروا هذا الموسم مشكورين.